يعني على ممتص للحرارة ومشتت للحرارة للخارج، فأين تريدون أن تذهب هذه الحرارة؟ بمشاركة الإنترنت من الهاتف الخاص بي عبر كابل USB مع جهاز الاستقبال، يعني بهذا الشكل. نأتي الآن إخواني إلى العيوب التي لاحظتها بالجهاز. ننتظر من الشركة المصنعة أن تقوم بإصدار تحديث لإصلاح هذه المشاكل إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. في الشرح السابق قلت لكم لا تستعجلوا في شراء هذا الجهاز، وقلت لكم كذلك لكل من يفكر في شراء هذا الجهاز لاستقبال قنوات الملتي ستريم عليه، قلت لكم لا أنصحكم به حاليا. كل شيء سأوضحه لكم في هذا الشرح، يعني بعد تجربتي للجهاز سوف أشارك معكم المشاكل التي وجدتها بهذا الجهاز. كل هذا سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل بإذن الله. مرحبا بكم من جديد. كما يعلم الجميع أي جهاز يظهر جديد بالسوق تكون به مشاكل، ولكن مع التحديثات التي تصدرها الشركة لكل جهاز تصلح تلك المشاكل، لأن الجهاز يكون في طور التجربة. قد تجد بعض الخصائص لا تشتغل، أو تجد بعض الخصائص المطبوعة على العلبة غير متوفرة بالجهاز، أو تجد بعض الخصائص تشتغل وبها مشاكل. هذا ما واجهته مع هذا الجهاز اللي هو جهاز تكنوستار ديربي. سوف أوضح لكم كل شيء، فقط اصبروا معي. بالنسبة لجهاز تكنوستار ديربي إخواني، فهو نفسه نفس أجهزة الزين، لا يوجد اختلاف بينهم. الاختلاف إخواني فقط في بعض الاشتراكات والميني الخاص. ولو تذكرتم معي في أول الشرح قبل تحديث لهذا الجهاز إخواني، يعني في أول شرح قمت بوضعه بخصوص هذا الجهاز، يعني قبل أن نقوم بتحديث هذا الجهاز، وجدنا الجهاز يحتوي على نفس الميني الخاصة بأجهزة الزين. كما يظهر لكم هذه هي الميني التي كانت عليه قبل تحديثه، وهذه هي الميني التي أصبحت عليه بعد التحديث. كل شيء واضح لكم. ولكن إخواني بعد تحديث الجهاز تغير الميني الخاص به، وهنا وقع المشكل، لأن التحديث التي قامت الشركة المصنعة بإصداره لهذا الجهاز قامت بتعديلات على الميني وبعض الخصائص، ولكن وقعت أخطاء بالجهاز. من بين هذه الأخطاء عدم اشتغال قنوات الميلتي ستريم على هذا الجهاز. سأجرب لكم لكي تتأكدوا بأنفسكم، وبعد ذلك ننتقل إلى العيوب الأخرى التي لاحظتها بهذا الجهاز. سأقوم الآن إخواني بتوصيل الجهاز. كابل HDMI بجهاز التلفاز، ثم الكابل الخاص بالإشارة. أنا الآن الطبق عندي فهو مضبوط على قمر الأوتيلسات 5، وسنقوم بتوصيل 12 فولت، وها هو الجهاز أمامكم يشتغل الآن. ننتظر قليلا إلى حين أن يقلع الجهاز، ونقوم بتجربة قنوات الميلتي ستريم على الجهاز، ونتأكد هل تشتغل أم بها مشكل. ننتظر قليلا حتى يشتغل الجهاز. كما يظهر لكم إخواني ها هو الآن الجهاز قام بالإقلاع. نقوم الآن إخواني بتوجه باختيار قمر الأوتيلسات 5، ثم هذا هو القمر، أضغط على أحدد القمر، بعد ذلك أضغط على الميني، أتوجه إلى مكان إدخال الترددات. هذا هو القمر، وهذا هو التردد، أحد ترددات قنوات، يعني أحد ترددات لقنوات الميلتي ستريم، وهذا التردد اللي هو 11.017 الخاص بقنوات الراي الإيطالية. نقوم بالبحث في التردد بهذا الشكل. ننتظر قليلا، ها هي القنوات قمنا بإدخالها. نقوم الآن بالخروج. ها هي القنوات أمامكم إخواني، هذه هي القنوات، يعني ركزوا معي على التردد 11.017، هذا هو التردد. لاحظتم هذا هو شكل القنوات، هذا هو الشكل الذي تظهر عليه القنوات إخواني. ها هو الصوت الآن فهو مرفوع كما يظهر لكم، الصوت قمت برفعه، ولكن هذا هو شكل القنوات، تظهر بهذا الشكل إخوان. لاحظتم، لاحظوا معي القنوات كيف تظهر. سيقول للبعض أن المشكل في الإشارة، لا، يعني ليس المشكل إخواني في الإشارة. لاحظوا معي، ها هي الإشارة تظهر لكم هنا إخواني، لاحظتم الإشارة مرتفعة 92، لا يوجد أي مشكل، ولكن الجهاز لا يدعم قنوات الميلتي ستريم إخواني، لا يقوم بتشغيل قنوات الميلتي ستريم. يعني لكي أكون معكم صريح، يعني وجب على الشركة المصنعة أن تقوم بإصدار تحديث لإصلاح هذا المشكل، لأن هذا المشكل فقط بتحديث يمكن إصلاحه إخواني. نأتي الآن إخواني إلى العيوب التي لاحظتها بالجهاز.
ركزوا معي جيدا، وهذا مجموعة من المتابعين سألوني عن هذا الأمر. خاصية جي ام سكرين يعني غير متوفرة حاليا بالجهاز، وكذلك خاصية أخرى إخواني، أنا قبل تحديث الجهاز قمت بتجربة، قبل تحديثي للجهاز في قبل وضع لكم أول شرح قمت بتجربة، وهذه التجربة إخواني على هذا الشكل. ماذا فعلت؟ قمت بمشاركة الإنترنت، لاحظوا معي جيدا، بمشاركة الإنترنت من الهاتف الخاص بي عبر كابل USB مع جهاز الاستقبال، يعني بهذا الشكل، طريقة معروفة بهذا الشكل إخواني، لاحظتم؟ قمت بمشاركة الإنترنت يعني من جهاز، من هاتفي إلى جهاز الاستقبال عبر كابل USB، اشتغلت معي بشكل جيد، ولكن قبل تحديث للجهاز، يعني قبل تحديث الجهاز، يعني قمت بهذه الطريقة عندما كان الجهاز يحتوي على نفس المنيو الخاصة بأجهزة الزين. ولكن إخواني عندما أردت وضع لكم شرح لنفس هذه الطريقة إخواني على الجهاز بعد تحديثه، تفاجأت بأن الجهاز لم يعد يتفاعل مع هذه الخاصية، يعني هذه الخاصية لم تعد موجودة بالجهاز ولم يعد الجهاز قادر على تشغيلها. إذا كيف ستحل هذه المشاكل لهذه الإضافات؟ فقط فالطريقة جد بسيطة، تقوم الشركة المصنعة بإصدار تحديث لإصلاح هذه الأخطاء وسوف تحل إن شاء الله، لأن التحديث والمنيو فهو لازال تحديث تجريبي على الجهاز، قد يضيفون بعض الإضافات الأخرى إن شاء الله، وقد يصلحون بعض المشاكل يعني التي حدثت بالجهاز بسبب هذا التغيير من أجهزة الزين إلى جهاز آخر وإلى ميني آخر. نأتي الآن إخواني إلى السيرفر. بخصوص السيرفر إخواني على هذا الجهاز، فهو يحمل سيرفر الفور ايفر. لكي اكون معكم صريح، بعد تجربتي للسيرفر اخواني على هذا الجهاز، يعني السيرفر غير ثابت حاليا، يعني لا يمكننا الحكم على السيرفر ولا يمكننا يعني لوم السيرفر في هذه الفتره، لان مجموعه من السيرفرات تقوم بالصيانه للسيرفرات الخاصه بها في هذه الفتره، لان اغلب الدوريات تكون متوقفه. ولكن بعد بدايه الدوريات ان شاء الله، يعني من الواجب على الشركه المصنعه او من الواجب على الفريق الصاهر، على الفريق الصاهر الذي يحمي الفريق الصاهر على هذا السيرفر الموجود بهذا الجهاز، ان يقوم بإصلاح تلك التقطعات وبإصلاح تلك المشاكل. يعني مع بداية الدوريات سنلاحظ وسوف نعرف قوة السيرفر الموجود على هذا الجهاز، هل هو فعلا سيرفر الفوريفر حقيقي أم سيرفر آخر وتم تغيير لاسمه. نأتي الآن إخواني إلى ارتفاع حرارة الجهاز والتشنجات، يعني ما هو السبب في التشنجات على الجهاز؟ السبب إخواني على هذا الشكل، سبب بسيط، عندما تقوم بتوصيل مفتاح USB بالجهاز، أنا أتحدث معكم إخواني عن تجربتي الخاصة بخصوص هذا الجهاز، ولا يخفى عليكم أغلب أجهزة الميني ترتفع حرارتها. لماذا ترتفع الحرارة إخواني؟ فالأمر جد بسيط، فأنت تقوم بتشغيل الجهاز بأقصى قوة، يعني تقوم بتوصيل الجهاز بالإنترنت عن طريق قطعة الويفي، تقوم بتوصيل الجهاز بمفتاح USB، تقوم بتوصيل الجهاز عبر كابل HDMI، تقوم بتوصيل الجهاز مع الطبق، يعني وتقوم كذلك بإرسال أوامر للجهاز عبر الريموت كنترول، أوامر تقوم بإرسالها بسرعة للجهاز عن طريق الريموت كنترول، هذا ما يسرع في ارتفاع حرارة الجهاز. عندما ترتفع حرارة الجهاز تبدأ التشنجات. ما لاحظته على هذا الجهاز إخواني هو عندما ترتفع حرارته ماذا يطرأ؟ فالجهاز يعاود الاشتغال لوحده، يعني يتشنج وينطفئ ويعاود الاشتغال لوحده. لكي أكون معكم صريح ولا أظلم الشركة المصنعة لهذا الجهاز، فبالنسبة للتشنج الذي يعني الذي يقع بالجهاز ألاحظه فقط عندما أقوم بتركيب مفتاح، يعني مفتاح لمستقبل الويفي كيفما كان نوعه، يعني ستجد هذا المشكل، لأن الجهاز يصبح يشتغل بأقصى قوة، السيرفر مفعل يشتغل، الجهاز يعني يقوم ببذل مجهود لإخراج لك صورة جيدة عبر الكابل HDMI ويرسلها لك إلى جهاز التلفاز، يستقبل الويفي في نفس الوقت، يستقبل إشارة من الطبق في نفس الوقت، يحلل يعني مجموعة من البيانات يقوم بتحليلها، يعني هنا الجهاز إخواني يعني يشتغل يعني أكثر من طاقتي، وكذلك زيادة إلى الأوامر التي ترسلها على أخي الكريم بالريموت كنترول، يعني الجهاز يصبح يتشنج بسبب ارتفاع الحرارة، وارتفاع الحرارة المصدر الخاص به، يعني المكان الرئيسي في ارتفاع الحرارة، يعني هو المخ أو الدماغ الخاص بالجهاز ألا وهو البروسيسور. عندما ترتفع حرارة البروسيسور وهذا الجهاز وبالأخص مثل هذه الأجهزة الميني، سأقوم بفكه لكم وأوضح لكم أين يقع المشكل، سأقوم بتفكيك الجهاز وأوضح لكم بالضبط أين يقع المشكل، لأنني لا أتحدث إخواني من فراغ، سأقوم إخواني بتفكيك الجهاز وأوضح لكم أين يوجد المشكل بالضبط.
يعني المكان الذي ترتفع به الحرارة. لاحظوا معي إخواني، أنا الآن قمت بتفكيكه، ما يظهر لكم، ها هو الجهاز. لاحظوا معي جيدا إخواني، البروسيسور أين هو إخواني؟ هنا البروسيسور، هو هذه الجزء، لاحظتم إخواني، هذا هو البروسيسور، لاحظتم، هذا هو البروسيسور، هذه هي القطعة التي ترتفع حرارتها، وهذه هي القطعة المسؤولة عن ارتفاع جميع أجزاء الجهاز، يعني ارتفاع الحرارة ديال جميع الأجزاء، حتى لقطعة الويفي التي، قطعة مستقبل الويفي التي أنت تكون يعني قمت بتوصيلها بالجهاز وتجدها مرتفعة في الحرارة، وتجد مكان تينير مرتفع ومكان الاتش دي مي مرتفع، فهذه القطعة هي السبب، يعني البروسيسور هو المسؤول الرئيسي عن ارتفاع الحرارة، لأنه هو المحلل، هو الدماغ الخاص بالجهاز. عندما ترتفع حرارته، يعني أين ستتجه الحرارة؟ يعني الجهاز لا يحتوي على، يعني على ممتص للحرارة ومشتت للحرارة للخارج، فأين تريدون أن تذهب هذه الحرارة؟ أين تريدون؟ فالحرارة فقط يعني تقوم بالتوزع فقط، يعني تتوزع فقط في الجهاز وترتفع جميع أجزائه، يعني جميع الأجزاء الخاصة بالجهاز، فهي ترتفع حرارته. يعني إخواني، يعني لو كان بالجهاز، ولاحظوا معي الشركة المصنعة ماذا وضعت تحت البروسيسور، يعني فوق البروسيسور توجد قطعة صغيرة، لاحظتم، ها هي من الألمنيوم. في نظركم إخواني، هل هذه هي القطعة هي التي ستقوم بتبريد البروسيسور؟ هل هذه هي القطعة هي التي ستلعب دور ممتص أو مشتت للحرارة إلى الخارج؟ وكذلك وضعوا قطعة أخرى في الأسفل، نفسها، فقط حجمها كبير، قطعة من الألمنيوم رقيقة. في نظركم إخواني، هل هذه القطعة هي التي يعني ستمتص الحرارة وتقوم بإخراجها إلى الخارج وتقوم بتشتيتها؟ لا يمكن إخواني، إن شاء الله سأقوم بوضع لكم شرح بإذن الله بخصوص هذه الأجهزة، سواء أجهزة الزين أو هذا الجهاز أو أجهزة أخرى، فقط نفس الطريقة التي سأطبقها على هذا الجهاز يمكنكم تطبيقه على أغلب أجهزة المني لتبريد الجهاز ولخفض حرارته، لأني سأقوم بتركيب يعني ممتص للحرارة يقوم بتشتيت الحرارة إلى الخارج، يعني عوض أن يقوم الجهاز بتوزيع الحرارة على جميع الأجزاء في الجهاز، فالقطعة التي سنقوم بتركيبها بإذن الله تعالى ستقوم بأخذ الحرارة وتقوم بتشتيتها إلى الخارج إخواني. أتمنى إخواني أن تأخذوا فكرة من هذه المراجعة البسيطة لهذا الجهاز، شاركت معكم تجربتي وانطباعي الخاص حول هذا الجهاز لأنني قمت بتجربته وشاركت معكم كل شيء ووعدتكم بهذا. فبالنسبة للمشاكل التي يواجه هذا الجهاز بخصوص بخصوص الملتي ستريم أو بعض الإضافات الغير موجودة أو بعض الإضافات التي لا تشتغل حاليا، فالشركة المصنعة يمكن أن تصلح هذا الأمر بكل سهولة فقط بإصدار تحديث لهذا الجهاز، ولكن مشاكل أخرى من بينها ارتفاع حرارة الجهاز، فالشركة المصنعة لا يمكن إخواني أن تقوم بإصلاح هذا المشكل لأن الجهاز غير قادر على تحمل مجموعة من الإضافات على هذا الجهاز، يعني البروسيسور يعني لا يوجد عليه مبرد، لا يوجد عليه إخواني حتى ممتص، أبسط شيء، أبسط شيء أن يكون على البروسيسور ممتص للحرارة، لا يوجد، أو مشتت للحرارة لا يوجد مع الأسف إخواني، ولكن تبقى هذه الأجهزة فهي من الفئة الاقتصادية، يعني أجهزة رخيصة، يعني قابلة يعني لحدوث المشاكل عليها بسبب الحرارة التي ترتفع على هذا الجهاز بسبب الضغط الذي يمارسه عليه المستخدم أثناء مشاهدة برامج أو أثناء استفادة من الإضافات الموجودة على هذا الجهاز. تحياتي لكم جميعا، أتمنى إخواني أن تستفيدوا من هذه المراجعة البسيطة بخصوص هذا الجهاز، جهاز تكنوستار ديربي. ننتظر من الشركة المصنعة أن تقوم بإصدار تحديث لإصلاح هذه المشاكل إخواني. تحياتي لكم جميعا، جميع الشروحات بخصوص هذا الجهاز سوف تجدونها بالوصف أسفل هذا الشرح وفي أول تعليق. تحياتي لكم جميعا، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.